بي اجمعين. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. كمية تليفونات كتيرة جدا عمالة تجيلي واسئلة سواء على فيسبوك او على تويتر او على الواتساب حتى. والاسئلة كلها هو سؤال واحد تقريبا هو المشترك في وسط كل ده، هو ايه اللي بيحصل في الزمالك يا كابتن تامة؟ هي الدنيا هاجت ليه فجأة في الزمالك يا كابتن تامة؟ هي الدنيا ولعت ليه فجأة في الزمالك يا كابتن تامة؟ نادي الزمالك واخد دوري عام، فالمفروض فيه افراح وفيه ليالي ملاح وفيه استقرار وفيه هدوء وفيه حاجات كتيرة جدا كويسة بتحصل، فالمفروض الامور تنتقل من الاحسن للاحسن ومن الافضل للافضل. ده بطولة الزمالك ما حصلش عليها من 2014 2015، يعني بقى له 5 سنين تقريبا ما خدش بطولة الدوري العام. وبالتالي المفروض ان الامور تبقى افضل من كده. الحقيقة انا اجابتي بتبقى بسيطة جدا، وبقول لهم للناس يعني بتسألني الكلام دوت، ارجعوا لكلامي من شهر ونص. ما يحدث في الزمالك الان ما هو الا عبارة عن المشاكل والتحذيرات اللي انا كنت بتكلم فيها بقالي شهر ونص، اللي مقفول عليها بلا حلول، ادت لايه؟ ادت للانفجار في وقت واحد. يعني ان كان في بعض المشاكل موجودة وبعض التصرفات الادارية الخاطئة الموجودة وبعض السياسات اللي موجودة وبعض التوجهات في فرق الكرة او قطاع كرة القدم بالتحديد والفريق الاول بالتخصيص موجودة وما بتتحلش. وايه ما بتتحلش؟ فحط مشكلة فوق مشكلة وازمة ورا ازمة وموضوع ورا موضوع ومفيش حلول، فبالتالي الكبت ده هيولد ايه؟ الانفجار اللي انت شايفه دلوقتي واللي انا اتكلمت فيه من شهر ونص وحذرت منه بالشهر ونص، وقلت بالاسماء يا جماعة الخير خلي بالكم، يا جماعة الخير مش يا جماعة الخير، انا قلت للكابتن حسين لبيب خلي بالك، علشان الاتنين اللي ماسكين ملف كرة القدم معاك يوقعوا الهرم الاكبر. واحد ما بيشتغلش لصالح نادي الزمالك، والتاني لا يجيد التعامل مع اي ملف يقلب، مش موهوب، هو امكانياته كده في الادارة وفي الشغل، لا عنده كاريزما ولا عنده يعني حجة للاقناع ولا بيحل ولا بيربط، مستنيين ايه؟ وبعدين الكلام دوت انا قلته من كتير، النهاردة كابتن اسامة نبيه بيقولوا الراجل ده ايه؟ بيقولوا ماشي؟ اللي هو مين؟ اللي هو الكابتن اسامة نبيه. طيب ده مش كلام تامر عبد الحميد بقى، يعني الكلام اللي حضرتك هتسمعه النهاردة ده كلام الكابتن اسامة نبيه المدرب العام لنادي الزمالك، اللي بيتقدم باستقالته وبيعمل بيان بيفضح فيه لجنة الكرة في النادي. اوكي تاني، كلام اللي هتقراه ده كلام مدرب عام نادي الزمالك اللي قدم استقالته، و في استقالته دي بيفضح فيها الحاجات اللي حصلت الفترة اللي احنا اتكلمنا فيها. بالمناسبة اسامة نبيه لموقع في الجول بيتكلم وبيقول المشرف العام على الكورة لا يحل المشاكل، حبلش مشاكل، وحينما يلجأ اليه اي لاعب يصدر المشكلة لينا بيصدر المشاكل لينا احنا كجاز،
ولما نيجي نسأله هي مستحقاتنا فين، يقول لك الأولى اللاعبين والجهاز الأجنبي. اتخذت قرار الرحيل وهبلغ بيه إدارة النادي وبعرض عليهم إن الشرط الجزائي بتاعي هتنازل إيه؟ هتنازل عنه. وفي بيان آخر، يعني هو ده هنا كان واضح جدا هجومه على المشرف العام على الفريق. قال جماهير نادي الزمالك العظيم: يعلم الله اني حاولت كثيرا ان اقوم بحل مشاكل الفريق، وتواصلت اكثر من مره مع مجلس اداره الزمالك من اجل كيان نادي الزمالك، ولم يتم حل المشاكل. اشعر باستياء كبير بسبب سوء اداره ملف الكوره داخل الفريق. تاني، ده المدرب العام اسامه نبيه في البيان بتاعه بيقول ايه؟ بيقول سوء، اشعر باستياء كبير لسوء إدارة ملف الكورة داخل الفريق، كما أننا لم نحصل على مستحقاتنا، كذلك الجهاز الطبي والإداري، ومحدش اتكلم فينا احتراما لجماهير نادي الزمالك اللي قدم لنا الكثير ولا يزال إيه يقدم. لكن ما يحدث داخل نادي الزمالك من المسؤولين عن إدارة ملف الكورة شيء غير مقبول. هو مين المسؤولين عن ملف إدارة الكورة؟ حد يجاوبني، من هم المسؤولون او المسؤولين، من هم المسؤولين عن ملف إدارة كرة القدم في نادي الزمالك؟ معروف كابتن حسين لبيب ومع اتنين بتاع نص الملعب والحارس السابق، اللي انا بقالي شهر ونص بتكلم وبقول ايه خلي بالك، وبناشده وبقول خلي بالك، الاتنين اللي موجودين دول مش هيلبسوك في الحيط، هيلبسوا نادي الزمالك كله في الحيط، وانت اللي هتحاسب على المشاريب دي لان انت موجود معاهم في القصة، وهو اللي بيحصل بالملي دلوقتي. هناك مشاكل مالية كثيرة داخل الفريق ومستحقات متأخرة للاعبين والجهاز الطبي والإداري والفني، مع العلم ان الجهاز الأجنبي حصل على كافة مستحقاته وهناك عدم مساواة بيننا، وهذا يجعل هناك مشاكل. كان ده انا قلته امبارح، قلت انت النهاردة بتيجي تطلع مكافآت، لما تيجي تطلع مكافآت طلع للناس كلها، ده العدل اساس الملك، انما ما تطلعش الناس وتسيب ناس تانية كده، انت بتعمل مشاكل جوه الفرقة، سواء لعيبة سواء اجهزة. للمرة الثالثة او الرابعة في البيان بتاعه بيقول لك المسؤولين عن ملف الكرة داخل الفريق لم يقوموا بحل مشاكل الفريق، واكون انا دائما في مواجهة مع اللاعبين، لذا وجب علي التقدم باستقالتي احتراما لنفسي وللاعبين ولجماهير نادي الزمالك لعدم قدرتي على ايجاد حلول من قبل الادارة. كارتيرون هو الاخر، بالمناسبة يعني طالما هنجيب سيرة كارتيرون، فكارتيرون موجود ما هربش، لان هتلاقي فيه اخبار كتيرة جدا على المواقع بتتكلم وبتقول ان كارتيرون هرب. لا، هو كارتيرون ما هربش،